الاراده الملكيه اللي كنشوفوا اليوم كتجسد على ارض الواقع باخراج هذا القانون الاطار واللي كيشمل الاصلاح ديال المنظومه الصحيه برمتها، واللي جات في عدد الخطاب ديال صاحب الجلاله وكانت مقرونه بتعميم التغطيه الصحيه والحمايه الاجتماعيه. ف تحدث في اطار هذا الاصلاح ثوره في القطاع ديال الصحه واللي كتركز على ثلاث اربعه ديال الدعامات، ومن جملت هذه الدعامات كاين المساله اللي كتعلق بالحكامه. وفي اطار ديال الحكامه عندنا هذه النقطه المهمه اللي ذكرتي اللي كتعلق بالوحدات الترابيه، المجموعات الترابيه الصحيه الصحيه الترابيه، واللي هي داخله في اطار التوجه ديال الجهويه المتقدمه، لان لازم ما تكون عندنا خريطه صحيه جهويه. الحمد لله كانت توفر على خريطه صحيه وطنيه، ولكن اليوم غادي تجزا الى خرائط صحيه جهويه، لان كل جهه كتوفر على خصوصيات سواء من ناحيه الموارد او من ناحيه الخصوصيه ديال البيئه والمحيط اللي كيعيشوا فيه في المواطنات والمواطنين من ناحيه الصحيه في ذاك الجهه ديالهم. اذا كاين واحد الخصوصيه، هذه المجموعات الصحيه الترابيه اللي مهم الامتياز ديالها انه غتكون القاطره ديالها هي المراكز الاستشفائيه الجامعيه، وغنخدموا على جهه في افق استكمال مركز استشفائي جامعي على رأس كل جهة، واللي غادي تعطينا واحد الامتياز كذلك ديال أن جميع الموارد البشرية يمكن لها تخدم في جميع المنشآت الصحية اللي كتنتمي لهذه المجموعة الصحية، سواء تعلق بالمنشأة الصحية ديال المستوى الأول يعني المراكز الصحية لي سونتر سونتي او المراكز الاستشفائيه الجامعيه. وغادي تخلق واحد المساله واحده اخرى، وهي مراكز ميادين ديال التدريب، توسيعه ديال ميادين التدريب للطلبه ديال الطب اللي يمكن لهم يهبطوا حتى للمستوى الاول. فهذا شيء جد مهم سواء للطلبه والتكوين، او كذلك مهم كذلك حتى المواطن، لان كنوزعوا كننشروا الموارد البشريه ديالنا اللي كنعيشوا اليوم واحد الخصص جد مهم في المستوى الوطني. الحقيقة أن القطاع ديال الصحة كيمتاز بواحد الخصوصية، واليوم لازم قانونيا ما ينفرد بواحد الخصوصية نعطيوها ليه قانونية، وخص وهذه الخصوصية كتحيلنا على الطريقة اللي غادي يمكننا نشتغلوا بها مع المهنيين الصحة في هذه المنظومة الصحية. ما يمكنش نخدموا كموظفين عاديين، فبالتالي خصنا نخلقوا واحد الوظيفة الصحية اللي غادي تكون محفزة أولا، لأن كما كان الحال القطاع ديال الصحة فيه يعني فيه عنده تحديات كبرى، ومن جملة التحديات اللي كتعلق التطور التكنولوجي واللي خصو واحد التكوين ملائم ومستمر. فبالتالي حتى الموارد البشريه خاصها حتى هي واحد الملائمه واحد المواكبه، وكذلك خاصنا نحفزوها من ناحيه الطريقه ديال الاجر ديالها، لان غادي تخلق واحد الاجر واحد التحفيزات خاصه. الناس اللي كيمكن لهم اللي كيخدموا بزاف كيتخلصوا بزاف، وهذا ما يمكن له يكون الا في واحد النظام خاص اللي كنسميوه الوظيفه الصحيه. ثالثا انه يمكن في هذا الاطار ديال الوظيفه الصحيه غيكون واحد الخصوصيات ديال التنقل، خصوصيات كتعلق بالحراسه، خصوصيات كتعلق بالتكوين المستمر، وهذا الشيء كله حنايا راه كنشوفوه مع الفرقاء الاجتماعيين ديالنا، لان هذا القانون الاطار اليوم غيترجم الى مشاريع قوانين اللي غادي نخدموه مع الشركاء ديالنا ان شاء الله. الهيئة العليا للصحة مؤسسة استراتيجية ذات أهمية قصوى. احنا كنعرفوا بأن يمكن السياسات والاستراتيجيات في إطار ديال الصحة كتبدل من بين الفينة والأخرى، كتبقى الهيئة العليا هي الهيئة اللي يمكن لها في على المستوى الاستراتيجي كترسم خريطة الطريق، وهي الضامن ديال الإجراءات واللي كتقوم بها الدولة على المستوى المتوسط وعلى المستوى الطويل. فبالتالي اليوم من 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 جملة المهام ديالها غادي تشرف على يعني تقنين التأمين الإجباري على المرض، كذلك تقييم السياسات العمومية، وكتحدد معايير المنشآت الصحية، وكتوفر على واحد الهيئة علمية اللي يمكن لها تواكب هذه التطورات العلمية وتخرج لنا بتوصيات، بحال مثلا هادشي اللي وقعنا في التدبير ديال الجائحة. يعني الدور اللي لعبته اللجنة العلمية كان جد مهم، وكان عنده أهمية قصوى. اليوم في إطار الهيئة العليا كنعطيه واحد الطابع قانوني جد قوي.
الرقمنة هو العصب اليوم ديال القطاع ديال الصحة، لأن والتحدي الكبير الحمد لله حنا متقدمين اليوم في هذا الرقمنة ديال القطاع، واللي غادي يخلي لنا أننا غنطوروا المنظومة الصحية من ناحية المعلوماتية، واللي غادي توفر واحد السيولة في إطار ديال يعني تنقل المعلومات من منشأة إلى منشأة صحية أخرى. والمريض غادي توفر على بطاقة رقمية اللي فيها الملف الطبي الرقمي، واللي غتخول ليه الصلاحيات أنه يستافد من جميع منشأة صحية. يكفي أنه يدلي بالوثيقة ديالو الإلكترونية، وغيكون عندنا كاع يعني كنسميوه لو جورنال ميديكال ديالو بكل سهولة كنتوفروا عليه. كذلك أن هذا الرقمنة غتوفر لنا واحد المتاعب ديال التقييم وديال الإحصائيات، كذلك غادي يسهل علينا بما أن غتكون مرتبطة بواحد الصبيب ديال الإنترنت، يمكن نديروا به حتى التليميديسين، يعني بزاف ديال الفوترة كذلك حتى هي غادي يمكن لنا. هذا الرقمنة هذه غتخلينا نخرجوا من هذه الورقية، وغادي نعطيو واحد الحداثة القطاع ديال الصحه من اطراف، وكنخليو واحد الشفافيه في العمليات ديالنا وفي الفوتره ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.